السفرة مترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بكم مرحبا في برنامجكم كل شيء. زمان وايام زمان واحلى ايام كانت زمان. عندنا النهارده اكل جدتي اللي لا يعلى عليه، واتفقنا مع بعض من زمان ان حاجه زمان عمرها ما هنعرف نعوضها. عندي قرنبيط باللحمه المفرومه والبشاميل في الفرن. طيب هنشوف مع بعض الفرن شغال الاول عشان برضو حسني الراجل بتاع اللي هو كان مدير بنك قبل كده ما عرفش كان مشتغل ايه، هو عاشور اللي شغال على عربينا قبل الليل نسي وشغال الفرن. طيب نشوف مقاديرنا. اضحك يا ابراهيم اضحك. عندي ارنبيط باللحمة المفرومة، نشوف مع بعض هنعمل ايه حضراتكم. وخلي بالكم النهاردة بقى عندي حاجة جميلة جدا، عندي رز بلبن بس في الفرن. انا حاطط طبعا رز بلبن على النار لان عايز اعمله بالطبيعة. اهو حطينا رز وفانيليا وسكر ولبن وحطه على النار يشتغل واحدة واحدة بينمل براحته خالص. اهو شغال عشان بس ايه ما نقولش ان احنا جايبين حاجة من تحت الترابيزة او من فوق الترابيزة والكلام ده كله. اهو نشوف مقاديرنا احنا شغالين. عندي ارنبيط ولحمة مفرومة وزبدة توم، عندي دقيق ولبن مكعب مرق جبنة موزاريلا كريمة لباني ملح وفلفل، وعندي كمون مع السليق ده ما طبعا ما كتبناهوش، وهنشوف مع بعض هنعملهم ازاي. عندي ميه بتغلي على النار اهي، اديها سنه كمون مش كتير، ادي شويه فلفل وبرضه نسيوا يجيبوا لي الملح والفلفل، عظيم والله النهارده الاكسسوار مية مية. طيب كده حلو، اخش بعد كده اتعمل على حاجتي قبل ما اشتغل عشان ما اجيبش نفسي وجع دماغي. اشتغل ازاي من غير ملح وفلفل تقدروا تقولوا لي؟ طيب كده ادي القرنبيط الميه بتغلي اهو. طبعا موسم القرنبيط دلوقتي لازم نركز في القرنبيط يا جماعه اليومين دول، وهنعمله بكذا طريقه، هنعمله بكذا طريقه، والقرنبيط جميع عايزين نكتر منه هو والبروكلي، هو والبروكلي والكرنب لان ده بيقوي جهاز المناعه اهو كده بفرده كده اهو. كده زي ما حضرتكوا ده شايفين انا اول امبارح دخلت البيت حدانه كنت جعان، بخش المطبخ لقيت الارنبيط ده قدام مني حليت ما سبتش المطبخ الا لما خلصت عليه. طيب كده هنا هنسلقه ونعمله تاني بحاجات كتيرة جدا غير كده. كده اهو ادي خلاص يا ابراهيم متعبش نفسك، النبي تتعب نفسك، خليك انت في البتاع اللي قلتلك تشتغل فيه. طيب كده هنا ادي القرنبيط اهو طبعا القرنبيط النهارده مفروض برضو الاعداد نسي يكتب فيه طماطم، لازم يكون فيه طماطم، وانا رجعت الورق برضو بس الواحد مش ايه مش هبقى شغال بالنا ومناول يبقى الكل ساعد كله، مفيش طماطم لازم نزود على الريسيبي اللي عندنا طماطم يا جماعة، وبصل طماطم وبصل في القرنبيط. طيب النهاردة كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض.
ادي بصلاية البصل بتاعي والثوم. اي حاجه معصجه لازم تاخد بصل وثوم، اي حاجه معصجه. طيب مالك ومال الراجل يا ابني؟ حد شيل جنب الرجاله بتوعي، ده المساعد بتاعي. النهارده امبارح الاعداد قلت لجماعه الاكسسوار زي الفل وناس مية مية، جم النهارده ريحوا ناموا على ايه الكلمه قلتها، وانا غلطان غلطان وقلت ان هم شغالين صح. حقكوا عليا، الفرن مش شغال، مفيش ملح وفلفل كده. اطلع بالطاسه دي بره، هنعصج اللحمه يا جماعه، مهم جدا نعصج اللحمه بتاعتنا. وزي ما اتفقنا مع بعض ان احنا معانا رز بلبن بس جرطان. طيب كده مادة دهنية زبدة أو زيت أهي. أقلب زي ما كنت بقلب دلوقتي أهو، عايز الرز ده يستوي أهو، ولسه هزود له لبن تاني، بس أنا بشتغل كده واحدة واحدة عشان نبقى شغلنا كله جميل. اديله هنا بقى وانا شغال، ادي مستكة، ادي فانيليا وود اهي، دي عيدان فانيليا الاصلي اهي عشان اشيلها منه، وادي السكر. ممكن ما ادلوش فانيليا، ممكن اديله ماء الزهر عادي جدا، انا عندي حريه الاختيار كده اهو. يبقى حطينا المستكه، حطينا الفانيليا، حطينا سكر، لبن ورز، ما حطيناش نشا خالص، خلي بالكم ما حطيناش نشا خالص. دايما المعلقه اللي بشتغل بيها بتكون على جنب لان هي بتاعت الرز، عشان ما ادخلهاش في حاجه تانية اهي، يبقى جنبي على طول، ما اشركهاش في حله تانية. نعصج اللحمة بتاعتي، ادي ثوم وبصل اهو، خلي بالكم معانا النهاردة حلقة جميلة جدا، ايام زمان واكل زمان لا يعلى عليه. كده القرنبيط شغال، لازم اسلقه اهو اهو. البصلايه بتاعتي كله شغال اهو. ممكن اشتغل في البشاميل بالمره، بس انا يعني عندي كل حاجه بشتغلها بسرعه. عندي ادي الحله، ادي الزبده، صوص البشاميل دايما بتبقى الزبده قد الدقيق، وادي مكعب مرق يحليها، واحد هنا وواحد هنا. طيب
نعيد تاني مع بعض عشان في حاجات مش مكتوبة في الورق. مقادير الأرنبيط، عندي أرنبيط، لحم مفرومة، زبدة، دقيق، لبن، مكعب مرق، جبنة موتزاريلا. بعد كده هنزل معاه بصل وطماطم كمون. بصل وطماطم وكمون، ده اللي مش مكتوب عند حضراتكم. يبقى كده شغال واحدة واحدة. طيب بحاول الله، والنار بتاعتي مش مساعداني، اخش على النار العالية عشان ماركنكوش اكتر من كده. كل حاجة عندي وفي ايديا اهو، اقلب في الرز بلبن بتاعي عشان اهو، ده الرز بلبن بتاعي شغال اهوت. الرز بتاعي غسلته وحطيته. نعم يا فندم، الله يكرمك يا سعادة الباشا. النهارده عمنا الكبير او مخرجنا الجميل، هو مش كبير في السن يا جماعة لكن كبير في المقام، هشام ابو الذهب. وهتكلمنا قبل كده وقلنا يا ريت كنا سميناه هشام ابو الالماس، انه هو اغلى من الذهب. اللي عندي بيشوف شغله يبقى اغلى من الذهب، واللي ما يشوفش شغله زي واحد صاحبنا كده ولا نحاس. ما جبتش اسمك ايوه رمون. يا فحر فخرة. يا فحر فحرة. كده هنا صدقوني يا جماعة كلنا بنشتغل بروح واحدة وبمزاج حلو عشان نطلع الحلقة جميلة، عشان تراضي حضراتكم، لان يهمنا رضاكم علينا. زبدة قد دي زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، والبصلية بدأت تصفر. بنزل باللحمة المفرومة اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا مادة دهنية، بصل وتوم، لحمة مفرومة، ادي ملح وفلفل اهو، اديناها مكعب مرق طعمها عشان نبقى طعمها جميل اهو اهو. حبيبي يا محمد، الونش عندنا واحد سواق على الونش هنا، عارف نفسه، اول حرف من اسمه رمون، ده سواق الونش عندنا. هو مشكلة الطباخين يا جماعة لازم يشتغلوا، هم لازم يتكلموا، هم بيشتغلوا ويرغوا، وهم بيشتغلوا عشان ياكلوا دماغ الناس ويفكروهم انهم بيشتغلوا كويس. هم لا بيشتغلوا كويس ولا حاجة، هم بيعكوا خلاص. قد ايه شوية اعشاب لو عندي؟ عندي كل حاجة، فكل ما بدي اعشاب كل ما بديني طعم احسن اهو. ادي شوية روزماري، كل ده شغال معايا. كل ما بحبش في الاكل بتاعي كل ما يكون افضل. ادي اللبن بتاعي بيكون بارد على البشاميل اهو اهو، بيكون بارد اهو. لو تحطيه سخن هتكلكع منك، لو حطيتيه سخن هيتكلكع منك وهنروح في مشاكل وحدوته ملهاش لازمه كده.
طيب كده نلف كده في البشاميل. اللحمة تتعصج. في اواني يا جماعة ممكن نحطها على النار تشك معايا بسرعة مع البوتاجاز اللي هو زي اللي عندي دوت اللي هو تاتش. وفي اواني بتاخد وقت كتير على ما تسخن. فمش كل الاواني تمشي وتبقى معايا مظبوطة 100%. السيراميك غير التفلون غير الاستانلس غير البراس. كل حاجة وليها حاجة في الشغل بتاعنا. كده يبقى كده عصجنا اللحمة. عايزة تنشف عشان احس ان هي تتمازج مع بعضيها. ادي عصير طماطم اهو جميل. يا صلاتك يا حبيبي يا نبي. كل حاجة عندي زي الفل اهو. الصوص شغال بشاميل اهو. انا موطي النار على الرز يا جماعة عشان اشتغل بيه براحته لان عايزه يستوي جدا. استاذنكم بعد كده اخد فاس وارجع لكم تاني. اول غير محطة ولا تروح باي حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نشوف عملنا ايه. كده ادي كريمة لباني اهي. دي كريمة لباني كمان شوية اهو مش خسارة. طيب هنعمل ايه؟ ادي القرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. ادينا له ملح وفلفل بكسره كده. اهو. اكل زمان لا يعلى عليه يا جماعة. كده. اهو. بس يلا كده ده النص. بعد كده هنعمل ايه؟ ادي شوية صوص اهو. انا عايز اكل واستمتع اكل واستمتع اكل واستمتع زي ما انا عايز. ادي شوية بشاميل. اهو. كده ادي بقيه النص الثاني. كتير قوي اتصلوا
عايزين نعمل قرنبيط بكذا شق. هذا القرنبيط بتاعي. بلاش حلة بقى تاني خلاص. اهي. ادي الصوص اللي عندي اهو. كده. عايزين نعمل طبق ناكله بطريقة حلوة جميلة. ادي الصوص بتاعي اهو. طيب بعد عملنا كده ايه اللي يحصل؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. اقلب بقى وانا شغال عشان ما انساش اهو. اوعي الرز بلبن بتاعنا يجرى له حاجة اهو كده. وهذه المعلقة بتاعته. هذا البايركس بتاعي. اروق نفسي. شوية جبنة موتزاريلا. اهو هشام بيقول لي هو كان زمان ايام جدتي كان في جبنه موزاريلا. لا طبعا ما كانش فيه، لكن ممكن نحط جبنه رومي. مش عايزين تلاكيك في الشغل ونوقف المراكب السايره. اهو كده اهو. زي ما احنا كده شايفين الرز بلبن بتاعي شغال. شغال. طيب نطلع بقى الكريمة دي على جنب. نشوف كده هنا اهو. ده اللي انا عايزه. الجمال ده اهو. حطينا هنا ايه؟ فانيليا. رز غسلته ونقعته في المية. ادي كريمة لباني اهي. ارجع اقلب. سنة ملح صغيرة اهي. سنة ملح صغيرة اهو. بعد كده هعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. اهو نطلع كده. نبدأ نغرف. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده. هعمل ايه في النص؟ شوية زبيب، سنة قرفة،
نكمل. نفضي بقى كله اهو. نعم فندم، هقول لك عليه على طول كده. انا عملته في طريقي ليه؟ عشان خاطر اخلص منه. دي الفانيليا، ادي بقيه الزبيب، طيب كده هنشوف مقادير الرز باللبن. جرطان هنشوف مقاديره قبل ما نخش بيه الفرن. عندي مستكه، رز، قرفه، سكر، ملح، ميه، لبن، زبده. عندي كريمه لباني، عندي فانيليا وزبيب. نقول تاني، نقول تاني مع بعض. عندي رز، عندي فانيليا، فانيليا، زبدة، سكر، قرفة، كريمة لباني وزبيب. كده اهو ادخله الفرن. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. كده عملنا رز بلبن، دخلناه الفرن. عندنا حاجات كتير قوي النهارده، خلي بالكم معانا في مطبخ ستي. نشوف الطبق اللي بعده. هنضف مكان الاول. اهو طيب كده هدي النيران اللي عندي عشان انا مشغل الدنيا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي. عندنا كفته بالحمص، نشوف مقاديرنا على الهوا. عندي لحمه، حمص مسلوق، بصل وثوم، فلفل حار، شبت، بقدونس، بقسماط، بهارات، كمون، طماطم، شيشاق، ميه، زبده او زيت، ملح وفلفل. قدام حضراتكم، يا ريت كل ما بنزل صوره زي كده على الشاشه المقادير نصورها. يا ريت نصورها عشان خاطر نحفظها. طيب كده هنا هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. لا في البيت، في البيت حضراتكم تصوروها مش احنا اللي هنصورها. احنا ما عندنا كل حاجه تصوير، كل حاجه هنا عندنا مكن ونشات وبتاع وكده يعني. مستر رومون ده شغال سواق الونش. والله لا انت حر. رومون بص لي من بعيد بيعمل لي كده، هستناه بره الشارع. هتستناه بره رومون؟ احنا اخوات، هتخطفني. يا وبكار، احنا عندنا بكار وعندنا بوكو بوجو طمطم. ما شاء الله استاف عندي هنا 100 100.
كده هنا هنشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. تعمل يا ابراهيم خلص بتاع التول. ابراهيم عز ده يا جماعه اعرفه من 14 سنه، من ساعه ما شفته زي النهارده ما بظهرش ما بكبرش خالص. لسه بقول لهشام دلوقتي بقول له اعرفه من 14 سنه وهو شكله ما اتغيرش زي اول يوم شفته في سنه 92 تقريبا. 94 94 انت انت مواليد 95. طيب معلش انا فهمت غلط، ده هو مواليد 95. اللحمه بصوا يا جماعه ادي اللحمه، هنعمل الكفته الاول اهي. طبعا مكتوب فيه شويه بقسماط عشان نوع من عمليه ربط فيها. ادي البهارات بتاعتي، كمون، بشيل نص البهارات عشان استخدمه معايا في الصلصه، توابل. دايما لما اكون عندي كفته زي كده بديها شويه بقسماط عشان يعملوا لي عمليه ربط معاها، بس مش اكتر من كده. ادي بقى ملح وفلفل، ادي شويه ملح شويه فلفل. طب ممكن بقى نديها بقى الشبت والبقدونس عشان ايه؟ ادي البصل بتاعي اهو كده، قرنين فلفل حراقين، واحد في الصلصه وواحد، وادي شويه كزبره وبقدونس اهو. حبة الخضرة دي جميلة جدا. اهم. ودول هحطهم معايا وانا ماشي. يبقى ده كده هنا معايا بره. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة قرفة عندي من بتاع رز بلبن اهم في طريقة، لازم يكون اشتغل معايا اهم. وابص بقى الفرن بتاعي. صلاة النبي احسن، الاتنين شغالين احسن من بعض. اهو مش مشكلة، خليه يخر براحته. لازم كلها تلف مع بعضيها. عايز عجينة كلها مع بعض عشان ما تفكش مني وانا بسويها. لما بتعمل كلكعة معايا كده زي ما انتوا شايفينها، ايوه عملت كلكعة كده معايا، بعرف انا ايه تماسكت مع بعضيها كده اهو. ده الجمال ده. نشيل بقى كل الكلام ده من هنا، نسيب الطماطم، نشيل البهارات دي عشان هنستخدمها بعدين، والخضرة دي نستخدمها بعدين، ونشيل دي اهو. كده ادي طبق. كده كله شغال زي الفل اهو حبيبي يا محمد، حبيبي يا نبي. كده شفت الكتلة طلعت كتلة ازاي؟
ليه بقى تلات كتلة كده؟ طيب هل السكر ده رز بلبن بعد ما عملته جراتان ممكن نلعب فيه؟ كل حاجة عندنا ممكن نعمل فيها كل شيء، كل حاجة نقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه. ممكن نعمله بالكراميل، نعمل حاجات كل حاجة اللي احنا عايزينها ممكن نعملها بسرعة كده. نبدأ نبرنق، ادي الكفتة كله جديد في جديد حتى هدوم العيد اهو. اطلع بقى بالمكرونة بالارنبيط يا عم ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح مهدي كده النار عليه خالص اهو، واقفل هنا، هدي النار واسيبه بقى يرتاح عشان ياخد الجراتان الجميل اهو. مش كل حاجة عندي عالية عالية، في وقت من الاوقات لازم ابقى ايه سلولي سلولي كده. استاذنكم وانا ببرنا الكفته اخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعى تغير المحطه ولا تروح في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وبرنقنا، ادي الكفته بتاعتي كده بنسميها برنقه. هبدا اشتغل بقى ونحط شويه زيت. انا فرحان ان الزيت بينزل واحده واحده عشان اعمل له كنترول بدل ما غب زي الاول. المهم عندنا زميلنا هنا المصور اول مره اعرف اسمه فصعقت لما اقول اسمه فادي، يعني هو فلق مني سبعه اللهم صل على النبي. واحد كده اللهم صل يسموه فادي، امال يسموني هيثم ولا يا عم المخرج؟ مش كل اسم على قد جسمه. طيب نطلع بقى بالفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. أرنبيط حكاية، أهم في الموضوع يكون جوسي يا جماعة. جوسي يعني ايه؟ يعني طري اهو. ده الارنبيط بتاعي ولسه عندي الرز بلبن. يا حبيبي يا نبي، شوف اكل زمان وريحة زمان وصنعة زمان، بس التصوير اليومين دول شوف التصوير جه عامل ازاي. بريبريشن بيبقلل كده هنا اهو. ده رز بلبن اهو حلو النهارده. رز بلبن بتاع زمان بتاع زمان. طيب الزيت كده سخن اهو. خلي بالكم النهارده هنعمل الكفته بشكل جديد وبفكر جديد، لكن هو كان اكل زمان بس احنا بنحاول فيه نطور فيه زي ما بيعملوا لحن جديد، بيعملوا افكار جديده، احنا كارد برضو حاجات زمان بنلحن لها بشكل جديد. ادي البصل والثوم
اهو. طب هعمل ايه بعد كده؟ هديها سنة زبدة اهي، دي الزبدة، وادي الكفتة بتاعتي. شفتوا بقى الحركانة دي؟ هجيب في العالي عشان برضو زي ما اتفقنا مع بعض عندنا النار بتاعتنا لازم تكون قوية. ما بدخلش معلقة في التقليب، انا بسوي، ده الشغل المستكاوي اللي بيقولوا عليه اهو كده. لسه سيبها براحتها، ننة 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 ننة. طماطم بتاعتها اهي، هعمل فيها ايه؟ هعملها كونكاسي. واتفقنا مع بعض من قبل كده ان احنا ازاي بنعمل الطماطم كاسي ادي الطماطميه الزر بتاعها اهو كده، الزر بره، الزر بره وبعيد اهو كده اهو. اقلب اهو، اشوف المايه بتاعتي غليت اهي. زي ما اتفقنا مع حضراتكم النهارده حلقه شيقه وجميله وحلوه وزي الفل. قرن فلفل عندي وشويه الخضره دول، هنشوف هنعمل فيها ايه. اهو ده بيسموه منه فيه. كده المية بتغلي، بنزل بالطماطم بتاعتي عشان اعملها كاسيه اهي، اغطي. ادي الخضرة بتاعتي اهو، كده اهو. هذا الحمص ياخد طعم اللحمة اهو، ادي الخضرة، ادي قرن الفلفل، اهو ملموح. ملموح يعني ايه؟ يعني احنا شايفينه، بحس ان انا لو انا عايز ابعده من الاكل وانا باكل ابعده كده. اللحمة بتتحمر مع البصلايه مع التوم مع الخضره، شويه ملح، شويه فلفل. هنعمل ايه بعد كده؟ والله النهارده يوم حلو ان شاء الله، بنعمل حاجات جميله وجديده، لكن هي عن ايام زمان، يعني مش جديد ان انا بخترع، لا هو ايام زمان اللي عملوها واحنا بنشتغل وراهم عشان نعمل زيه. طيب كده هنا عندي ميه ساقعه، ادي الطماطم، اهي كده اهو. الريحه حلوه، الريحه حلوه، الريحه حلوه. نعم يا فندم، هنعمل جهاز في التلفزيون يوصل الصوت والصوره والريحه. ده المخرج لسه بيقول لي عايزين نعمل الاختراع ده، عايزين نوصل السميلينج انسايد او اوتسايد. طيب والله ما فيش حاجه بعيده عن الله، احنا كنا نفتكر ان احنا نتكلم في تليفون محمول، معرفش عصر السرعه اللي جاي والتقدم والحاجات اللي احنا فيها دي هتوصلنا لايه بعد كده. ولا كان في ونش بيصور صحيح، اول حرف اسمه سلمون سواء الونش. ايوه اقعد،
نبل اوريك. طيب كده هنا المية بتغلى عندي كده عشان اسلق فيها كبدة وقوانص. ادي خل ملح اللهم صل على النبي. عندنا شغل ياما. كده الكبده اللي هنعملها للشرعيه الشعريه اهي لازم احط لها خل عشان تخليها بيضه. نبدا بقى هنا نعمل ايه يا عمي؟ ادي الطماطم بتاعتي خدت كده طعم. الحمص والكفته اهو بسم الله الرحمن الرحيم. شويه صوص طماطم اهو. وعندي طماطم فريش طبعا حطيناها. وادي شويه شقشق ميه اللي بيقولوا عليه. ومش عايزها سايسه. سايسه يعني ايه؟ يعني خسعه كده مش متظبطه مع بعض. عايز بقى الطماطم تدوب مع بعضيها مع اللحمه اهي. هشام بيقول لي يعني دي مش داود باشا. لا هو شبيهه للداود باشا لكن عايز تخليها داود باشا. انا ما اقدرش اعترض لانك انت المخرج. ما اقدرش اعترض عشان انت المخرج. طيب الو مكاني. كده هنسميه رمون الونش. مش في حنف الونش؟ نبقى رمون الونش. طيب كده هنا نظفت مكاني كده عشان المخرج ما يزعلش مني. طب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي لان بيقول لي الرز ده ممكن يطلع ني. طب نبص عليه احنا ورانا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هقول لك يا تامر اسكت. تامر ضحك. طيب والله يا جماعه للاسف طلعت بعرف اطبخ. لا رز لبن في الفرن ملوش حل. الكفتة بتاعتي شغالة. الكبدة بتاعتي بتتسلق عشان اشوف هنعمل بها ايه. شفت بقى الكبدة لما احط لها خل بتبيض اهي. هنشوف بقى الكبدة دي نعملها ايه بعد ما تستوي ونشوف مقاديرها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا لوشت الدنيا وعايز اروق من المكان عشان شكلي بقى كده ايه بقى مش عاطفي. سخت التلاجة بايدي. ده كان فيها طماطم وفتحت بيها ولو سبتها دايما مطبخك يبقى نضيف عشان ممكن يسهل عليكي تفتحي. ولو احنا ما خدناش كل حاجة اول باول كده ممكن تجلخ مننا يبقى شكلها مش عاطفي.
كده وانا شغال انضف مكاني. طيب هنشوف مقاديرنا بقى بعد كده. عملنا الكفته بالحمص، عملنا الارنبيط، عملنا رز باللبن. لسه عندي ياما النهارده، عندنا اكل كتير. طيب عندي فريك وشعريه بالكبد والقوانص والخلطه. ايه ده؟ ده جديد ده؟ لا، كان زمان بيعملوا حاجات جميله، بيعملوا حاجات جميلة اهو. طيب نشوف مقاديرنا. عندي فريك وشعرية، كبد وقوانص، زيت، بصل، ثوم، كركم، قرفة قرنفل في المية، ملح وفلفل، لوز محمص. ابعدوا عن الصنيبر، الصنيبر الكيلو دلوقتي وصل 600 جنيه. عندنا لوز، ياس داني، مش مهم نحط الحاجات الغالية، مش مهم نحط الحاجات الغالية. طيب كده هنا هنشوف هنعمل ايه مع بعض. الكبدة بتاعتي والقوانص خلاص ابعدها بره على المية، تفتح عليها مية على طول عشان تبرد اهي. واوعى ايدي وانا شغال اهو كده، افتح عليها الميه. حراس على ايدي كنت شغاله، دي خليها تبقى كونتسريت او مركزه. لسه عندنا شغل ياما. طيب كده عندي الفريك قبل ما اشتغل اهو، احطه الاول كده في ميه. يغلي على النار، بعد كده اشيل دي بره. عندي نشوف لحضراتكم هنعمل ايه. ادي بصل وثوم، اركنه على جنب. جاهز نحمر بقى الشعريه بتاعتنا، زيت او زبده، خلينا في الزبده احسن عشان تديني طعم اهي. ادي الشعريه بتاعتي، شفتوا بقى عندنا، شفتوا الجمال ده اهو. الريحه مش عايز اقول لكم عامله ايه. كده نبدا نقلب. نحط الشعريه مع الفريك، بندخل الحمص مع الكفته، بنعمل رز بلبن في الفرن، قرنبيط مع اللحمه. هو مش عك والله، لكن مزاج في الاكل، لازم يكون عندنا مزاج في الاكل، هو ده المطلوب مننا في برنامج الشيف. كده عندي مكعب مرق،
لازم احمرها. وعندي بسلق هنا الفريك بتاعي اهو، بحط مع الفريك ملح وفلفل شوية كركم شوية قرفة حبهان قرنفل كده اهو، اقلب زي ما شايفين حضراتكم كده، حاطين كل حاجة بمزاج. عندي شوية بهارات اهو، شوية كمون اهو، كل اللي انا عايز احطه احطه، محدش ليه حاجة عندي اهو. عندنا شوربة جميلة برضو النهاردة، عندنا كل حاجة حلوة ان شاء الله بإذن الله. طول ما انتم معانا هنعمل حاجات جميلة وجديدة كده. هستأذن حضراتكم اخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعدوني اوعى تروحوا المحطة ولا تروحوا في حتة. كده حضراتكم رجعنا بعد الفاصل، عملنا ايه بقى كده هنا؟ حمرنا الشعريه، ادي الفريك بكل الطابل بتاعته اهو. الله 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 الله. لا ما ينفعش كده الكلام ده اهو. اهو يا جميل كده كده، ادي شايفين الجمال ده. نغطي بقى كده اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، الكفته بقت حكايه يا جماعه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، طاجن الكفتة اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كده ندخلها فرن شوية. كده الريحة مش عايز اقول لكم ليه، عشان مش عايز اجوع حد اهو. يسخن مع بعضه بس كده، وبعدين هطلعها احطها جنب اخواتها هنا كده. دي شغاله زي الفل اهو، خليها تشتغل ننه ننه على الهادي اهو. كل شغل احبه على الهادي. هنعمل ايه تاني يا جماعه؟ هقول لكم نعمل ايه. ادي طاسه على النار. الله ده شكلها جميل قوي. عزيرو عزيرو يا باشا. طيب هنشوف نعمل ايه كده. المخرج بيقول لي هو انت يا ابني مش المفروض بتقول حاطط بصل وتوم؟ محطهمش ليه مع الحاجة اللي انت عملتها؟ اتقل عليا اتقل عليا يا عم الحاج، استرني يسترك ربنا. شوية زيت زيتون وحتة زبدة
ادي البصل والثوم اللي المخرج كلمنا عليهم وبيقول لي انت نسيتهم اهم. طيب يا صلاة النبي يا محمد، كبد وكلاوي وقوانص، كل حاجة حلوة عندي هنا. اهو. طيب. نرجع بدي على جنب. بعد كده نحط مية على النار تسخن. ليه؟ عشان عندي شوربة. عندي شوربة كده زي ما حضراتكم كده شايفين شغالين سرانسيه واحدة واحدة اهو. نبص هنا اهو يا حبيبي يا حبيبي يا بتاع زمان، انت يا ملبن شايف الفريك مع الشعرية عامل ازاي يا عمي؟ صلاة النبي حبيبك يا نبي. كده المية بتاعتي بتغلي وانا ماشي على مهلي، اغطي عشان ما اخدش برد اهو. طيب نبدا نشوف هنعمل ايه. ادي البصل اديها مكعب مرق طعامها عشان نعمل ايه، نطعمها عشان تبقى معايا مية مية اهو. كده اشيل بقى كل الليله دي من هنا، عندي حبه لفه اخليهم ونشيل بقى كل الكلام ده اهو. كده تعالوا نشوف هنعمل ايه هنا تاني. ادي الكبده بايدي اهو. على نصين اهو. طيب بعمل ايه تاني؟ كده كله شغال. سنة قرفة هنا ناعمة اهم، ملح وفلفل اهو اهو. كده الخلطه بتاعتي اهي ريحتها مش عايز اقول لحضراتكم، خليها على جنب ونخش على بعديها ونشوف هنعمل ايه
حتة الزبدة اللي حطيناها مع بعض. طلع بالطاجن بتاعي من الفرن اهو بقى يغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نقفل. كده عندي نشوف مكاننا. كده هنعمل ايه؟ ادي اللوز اهو. ده اللوز. عندي عيش اهو. كده مفيش واحد كبير عندها رجالة؟ والله ما تتعب نفسك، خليك قاعد. اوعى تهين نفسك. اقعد زي ما انت. اهو. كده ادي المكسرات. اهو. قبل ما نعمل اي حاجه نروح دايرين ده على جنب كده نشوف هنعمل ايه. ادي الفريك. الله 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 الله. انا عايز الارضيه دي تطلع معاها كله، كله مع بعضه يعرق مع كله اهو. يا صلاتك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو سلام على زمان وحلاوة زمان يا ملبن. اهو مش هنقول يا سلام لو بتعرف تطبخ، ما كانش حالك بقى ده حال. طيب عندنا شوربة؟ طيب هنعمل شوربة. هنشوف مقاديرنا على الهوا. الشوربة بتاعتنا النهاردة شوربة بقوليات عندي، اللي هي عبارة عن فول أخضر، فاصوليا مسلوقة، ذرة صفراء، زيت زيتون، ثوم وبصل، زعتر، روزماري، مرق، عيش محمص، ملح وفلفل. كل ده كلام هوا في هوا وسهل قوي. آدي ثوم وبصل كله هوا في هوا اهو. ادعمها بقى بشويه كركم صغيرين عشان تديني الطعم الجميل. الكركم ده لو عرفنا فايده فايده جميله جدا جدا جدا. عايزين نعمل حاجه جميله النهارده تعجب حضراتكم. حطينا بصل وثوم
هنديها شوية زعتر وروزماري مرق اهو، وادي العيش بتاعي اتحمص. اهو كده اقلب. ادي فاصوليا بيضة مسلوقة، فول حراتي اهو، عندي ذرة صفرا اهو، حطينا توم وبصل كده. ده انا كمان ممكن اعمل حاجة جميلة جدا، ممكن اعمل حاجة جميلة جدا جدا وهتراضي كل اللي عندي في البيت. سلام بقى لما اخش حتة ارنبيت جميلة زي دي كده افصصها، شوفوا بقى الجمال هيختلف الموضوع معانا ازاي بقى. شوف احنا ماشيين فين وبعدين وصلنا لايه. اهو اهو اهو، ما كانتش في الحسبان. اهو الربيت عندي زي الفل، هو هيقول لي لا. شفتوا بقى كده. هستاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعوا تقعدوا المحطة وهتروحوا في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. هذا الخبز المحمص كده اهو، نعمل بقى ايه، نغرف الشوربه بتاعتنا. الشوربه النهارده عباره عن بقوليات، وديت لها شويه قرنبيط اهو عشان يخلي الدنيا معايا زي الفل. يا حبيبي يا محمد اهو، حاجة جميلة، حاجة زي الفل. شفتوا بقى الحلاوة دي؟ طبعا اخوات المسيحيين لو هم عايزين يدفوا عايزين يشربوا شوربه، الشوربه دي انا معتقد ما فيهاش اي بروتين. بس هو حقيقي انا عايز اعرف برضو هي ده صح؟ الله الله، مش هقول لكم اهو. طيب النهارده عملنا اكل زمان وحلاوه زمان واكل جدتي، وحاولنا نلعب فيه عشان نبدع ونعمل زي ما كانوا بيعملوا، بس نتنطق شويه. هو مش موتور بنلفه ولا فستان سواريه، ده مطبخ، وكلنا في البيوت بنبدع وبنخترع وبنعمل كل حاجه حلوه. فانا عايز اقول لست البيت، طول ما انت يعني انا حاسس دلوقتي ان الطبق اللي انا عملته ده عايز شويه كزبره خضراء، وانا شكل الكزبره عندي فريش هنا وملعلعه معايا،
ملعلعه معايا، ما اداش حبه كزبره خضراء ليه؟ الشوربه بتاعت الجميله دي، الشوربه الجميله دي عايزه شويه كزبره خضراء يخلوها عسل اهو كده يا حبيبي. طيب يبقى عملنا ايه؟ عملنا اول طبق اللي هو الارنبيط باللحمه المفرومه والبشاميل. هو مش جديد يا جماعه، اتعمل قبل كده وفي شيفات كتير احسن مني عملته، بس انا برجع للانسيرت او برجع للبيت زمان وايام زمان بعمله بطريقه جميله زي ما انتم شايفينه كده. ومن ضمن اسئله المخرج بتاعنا الجميل الكبير بيقول لي هو كان زمان في جبنه موزاريلا، قلت له لا مفيش، فممكن نحط جبنه رومي، ممكن طالما حطينا كريمه لباني يبقى ما نحطش ده ولا ده، يعني هي مش تلاكيك. بعد كده الرز ابو لبن، ادي المقادير بتاع الارنبيط، سهل جدا يا جماعه، لحمه مفرومه ودقيق وزبده ولبن وتوم وبصل طماطم كمون ملح وفلفل كريمه لباني جبنه موتزاريلا مكعب مرق. عملناه طبعا زي ما انتم شايفين كده، ادي الرز باللبن بتاعنا عملناه، حطيناه على النار بنقعه شويه في ميه بغسله غسله نظيفه، بعدين بجيب ميه على النار ابقى على لبن، بحط لبن احط معاه مستكه احط سنه ملح احط شويه ميه. المخرج بيقول لي طب بتحط ميه ليه؟ الميه عشان اللبن ما يقطعش. بعد كده بحط شويه زبده شويه فانيليا زبيب كريمه لباني سكر، وعندي القرفه الفانيليا حطيتها وود اللي هي عيدان، ودي بتيجي من ساوث افريكا ومش كتيره موجوده في مصر. ممكن اعمل له كراميل واحطه فوق الوش عادي، كل حاجه في ايديا، بس هنعمل الكراميل ده وقت تاني عشان نعمل حاجه جميله برضو تاني. الكفته بقى اللي احنا عملناها النهارده بقى بالحمص فعلا جميلة جدا، عندي لحمة وحمص مسلوق وبصل وتوم، عندي فلفل حار، عندي شبت مفروم، بقدونس مفروم، بقسماط، بهارات، كمون، طماطم، ملح وفلفل وزيت، وعندي مية. طيب عملناها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، برضو حاجة زمان، برضو كله معروف ان احنا بنعمل حاجة زمان، لكن اللي كان ممكن ما تخيلوش ان انا اعمل الشعرية مع الفريك، الاثنين يتقابلوا مع بعض كده جديده زي رز بالشعريه ده فريك بالشعريه، وهديله بقى المكسرات فوق منه الجميله دي، حقيقي فعلا طلعت جميله جميله جميله. انا دايما دلوقتي خلي بالكو اتعلمت التفاصه وعايب بدوق كل حاجه وانا شغال عشان ما يضحكش عليا، لان ممكن الجماعه اللي بياكلوا دول اللي هم قدامي دول عندي كتير قوي ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، ممكن يفضحوني يقول ده الاكل بتاعك طلع بايظ ناقص ملح ناقص سكر، مش بيستروا يعني، لو هياكلوا ويسكتوا زي بعضه. فتعودت ان ادوق بقى ايه كل حاجه وانا شغال عشان ما حدش ياخد عليا فرصه. طيب الشوربه بتاعتي عملناها خفيفه ما فيهاش اي حاجه، فيجيتيريان مرضى السكر مرضى الضغط الهيلسي فود يشرب من دي، فيها كل القيمة الغذائية الموجودة، فيها الفول الحراتي بقشره، فيها الذرة الصفراء، فيها فاصوليا بودة مسلوقة، لقيت عندي حتة أرنبيط رحت داخل بيها، شوية أعشاب، مكعب مرق، طالعة في منتهى الجمال وفي منتهى الطعامة. دي هيلسي جدا لمرضى الضغط لمرضى السكر للرجيم للدايت، طبق زي الفل، طبق زي الفل. جنبها شويه عيش محمص بحيث ان ممكن انا انقنق براحتي واعيش حياتي زي ما انا عايزها. النهارده عملنا 5 اطباق يا رب يعجبوا حضراتكم. بشكر كل زمايلي اللي موجودين في الاستوديو وبشكر حضراتكم على حسن متابعتكم. اشوفكم السبت على خير، السلام عليكم ورحمه الله.